هاي احنا ايضا عيد الاضحى المبارك مناسبه كبيره، مدينتين مقدستين يؤمهما الجائرون، فهذا يرتد ظلاله على يعني الكثافه السكانيه وما يترتب عليها خاصه الامراض التنفسيه مثل مرض الكورونا اللي ينتقل من خلال التنفس. طبعا هذا عامل مهم، لهذا احنا طبعا بعد ما عاد نقدر نحث المواطنين على الالتزام بالاجراءات الصحيه، لانه التباعد حقيقه هنا يكاد يكون معدوم كثافه كبيره جدا. فاحنا اللي نتمنى اللي نحرص عليه انه الاخوه المواطنين يحصلون على اللقاح. مقبره وادي السلام منطقه مكشوفه، لا بها لا ظل ولا شجر، فالشمس قويه جدا، يعني التعرض المباشر لاشعه الشمس والمسير لمسافات طويله خاصه مع زحام الطرق والكثافه الكبيره خاصه في منطقه المقبره، من القطوعات كثيره والازدحام الكبير طبعا والحراره الكبيره، الشمس المباشره الساطعه، هذا طبعا يؤدي الى الكثير من حالات الاجهاد والاعياء لدى الاخوه الزوار، ويعني ويؤثر عليهم كثيرا، وما اكثر ما قامت سيارات الاسعاف بنقل مثل هذه الحالات. لذا اللي نتمنى الاخوه المواطنين اول مره يعوضون السوائل اللي يفقدها الجسم، يعني واؤكد هنا على الحصول على ماء صالح للشرب، لانه اذا الماء غير نظيف يعني قد يسوي لنا مشكله ثانيه. نعم. ناكد على المياه المعبأه وعدم التعرض الى اشعه الشمس.